إلى ذلك أشار عضو لجنة العمال للمؤتمر الشعبي العام عضو وفد المؤتمر المشارك في مفاوضات سويسرا يحيى دويد، أشار أن إن كان هناك أمل أن يحتل تثبيت وقف إطلاق النار أهمية قصوى، منوها بأن هناك أطرافا تسعى إلى فرض واقع جديد. كنا نعمل حينما قدمنا إلى جنيف أن يكون لوقف إطلاق تثبيت وقف إطلاق النار أهمية قصوى ويكون أولوية خاصة لهذا الموضوع نتيجة لما يعانيه الشعب اليمني من عدوان جائر باستمرار على مدار الساعة وحصار شامل، ولكن للأسف هناك محاولات لتتويهنا بقضايا أخرى وقضايا ثانوية لا ترتقي إلى مستوى وقف إطلاق النار، كما أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى أن تفرض أمر واقع جديد على الواقع، وهذا الأمر مرفوض، وقدم الاحتجاج اليوم بشكل رسمي لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ولم نتخلى صحة للأخبار التي تقول أننا تخلفنا عن الجلسة العامة، وإنما كنا نلبي دعوة للتشاور مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الموضوع الخاص بتثبيت بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وطرحنا كل ما لدينا بخصوص هذا الموضوع، وما زلنا ننتظر موقف من الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما أننا ما زلنا نأمل من جميع الدول الراعية لهذه المفاوضات وبالأخص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تتحمل مسؤوليتها في الضغط على أي طرف يحاول أن يعرقل وينسف هذه المفاوضات، فالجميع يتطلع أتينا وكلنا وأيدينا ممدودة للسلام، ونتطلع بشكل كبير لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وإن شاء الله ستعقد الجلسات القادمة وتلتئم كل الوفود، ولا صحة على الإطلاق، حبينا أن نرد على بعض من سرب أخبار أن هناك مقاطعة للجلسات العامة، فلا صحة لهذا الكلام على الإطلاق.